بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جنا تلسوما التشهد، التشهد أو التحيات، تلسوما التشهد نا تشهد أمباية تلسوما جنا ني تشهد يا صحابة عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أمباية مسمه الصحابة أمني فنديش يمتمي والله صلى الله عليه وسلم تشهد كيجانجا جانجو كيلكوا بين يبيجانجا فيويلي فيمتمي محمد صلى الله عليه وسلم كمانا مكانايك وحالي حرومة حالي أوبولي حالي معلم anayemtakia kheri mwanafunzi wake amemkamata kiganja chake akimfundisha tashahudi kama ambavyo anamfundisha sura katika Qur'an. Na hii ina maana kwamba tashahudi ni tawqifia. Nini maana tawqifia? Watu wabaki katika yale maneno aliyoyafunza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wasiongeze maneno yao wala wasipunguze katika yale aliyoyafunza yeye bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tashahudi ya Ibn Mas'ud tulisema jana ndio hii ambayo ameitaja mtunzi wa hii risala Sheikh wetu Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika mas'ala ya 21 akasema: ويقرأ التشهد في هذا الجلوس نأسومي تشهدي في هذا الجلوس كتك كتاكوهيكي فيقول نأسومي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هي دي صيغة يا تشهدي أمبالي وينجي كتك علماء ونسيما هي دي ينزوري زيدي، هي دي ينزوري زيدي فموجة كوانبا ننجنيزو أمبازو kinyume na hii si kwa maana kwamba hazitofaa kuzisoma, itafaa. Na hilo wamenukuu na wazuoni ijma kwamba itafaa kusoma aina yoyote miongoni mwa aina za tashahud. Ya pili jana tuliisoma na nairudia tena leo kwa sababu kesho biidhnillahi karim nitawasikiliza watu, kesho biidhnillahi karim nitawasikiliza watu aina hizi mbili. Ya kwanza ya hii ya Ibn Mas'ud ambayo ipo katika kitabu katika masala haya ya 21. Ya pili haipo katika kitabu, ila jana niliisoma na leo naisoma tena ili watu wakose hoja na sababu. Nitaisoma tena na kesho biidhnillahi alkarim tutazisikiliza hizi mbili kwa watu, kwa maana tashahudi ya Ibn Mas'ud ya kwanza, ya pili tashahudi ya Abdullah ibn Abbas. Tashahudi ya Abdullah ibn Abbas naitaja tashahudi ibn Abbas na naisoma. At-tahiyatu al-mubarakatu, narudia, at-tahiyatu al-mubarakatu, narudia tena, at-tahiyatu المباركات نايندليا الصلوات الطيبات لله
نرديا الصلوات الطيبات لله نرديا تينا الصلوات الطيبات لله نانزا مانزو التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله نانزا تينا مانزو التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله نندليه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته نرديا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته نرديا تينا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته نعم تمام التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أرديا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أرديتنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ننزمانز التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله نرديا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله نرديتنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله نرديتنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله نانزمانز التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هين تشهدي عبد الله ابن عباس حين ما نقم أن يكيه أميهم بوهيه ابن عباس لا حاشا وكلا بل أميبوكيه كتوك قمتون صلى الله عليه وسلم نايلة الويتة تشهدي عبد الله ابن مسعود حين ما نقم ابن مسعود أميهم بوهيه لا حاشا وكلا بل أميفونز ونمتوم صلى الله عليه وسلم كما أنا تفونز وصورة قد القرآن هذا نمبيلي أمبازو بإذن الله الكريم نتسكليزا زوتة هذا نمبيلي كيشو بإذن الله الكريم موجة بعد مجين ستمتو أجفاني وقام بمسنزية أملالا هنا خباري أمتشوكا كيشو من نتسكليزا إن شاء الله تعالى na naendelea kuzitaja aina nyingine ila hizi nyingine sizisikilizi kesho inshaallah nitakuja kuzisikiliza kesho kutwa mbili kwa hiyo nitataja tena mbili nyingine ambazo sitozisikiliza kesho inshaallah nitakuja kuzisikiliza kesho kutwa
بإذن الله الكريم na hiyo kisha kutwa sio kwamba ndo nitawafundisha yani hapa ndo nawasomesha hizo mbili ndo nawasomesha hapa leo au watoto wanafanya vurugu au watoto wanafanya vurugu tumeona vizuri hapa yani mtu sio akasema kwamba mimi sasa sijaisikiliza vizuri muda wa kusikiliza au kuzisikiliza hizo mbili ndo muda huu kwa hiyo wanasinzia na alale asisinzie alale kwa sababu kusinzia ni mwanzo wa usingizi alale tunasoma mbili ya kwanza ni nani ya kwanza ni nani ibn Mas'ud ya pili ibn Abbas naendelea naendelea na tashahudi nyingine naendelea na tashahudi nyingine hii nyingine ni tashahudi ya Abdullah ibn Umar tashahudi يا عبد الله ابن عمر هي نجينة هي تاتو نتشاهدي يا عبد الله ابن عمر أم بكي كتوككم تومي والله صلى الله عليه وسلم أنه قال كم بهيم تومي ألقوا كسيما في التشاهدي كتشاهدياك أنا سمعي أنا سمعي في التحيات لله والصلوات والطيبات نرديها التحيات لله والصلوات والطيبات نرديها التحيات لله والصلوات والطيبات نندليها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته نرديها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته نرديها تينا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته نانزا مانزو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته نانزليها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين نرديها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين نرديها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نرديها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نرديتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رديتنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمكوشا نرديا نعنز أوبيا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
هيو نتشاهدي يتاتو أمبايو نتشاهدي يا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما هي نيتكيفواتا نتكوية كيسكليزا كشكوتوا بإذن الله الكريم ين نتشاهدي يا باباك يا عبد الله تمسمى عبد الله بن عمر هي هبا ين ني باباك أنيتو عمر ابن الخطاب ويتشاهدي يا عمر ابن الخطاب نهي تشاهدي يا عمر ابن الخطاب أليكوا أكي وفنز واتو هي تشاهدي أكي ويكجو يا منبري أنا وأنبيا واتو وكيوم متابعين سمين يا منين أنا وفنديشا التحيات لله الزاكيات التحيات لله الزاكيات لله نرديا التحيات لله الزاكيات لله التحيات لله الزاكيات لله نرديا التحيات لله الزاكيات لله نرديا التحيات لله الزاكيات لله التحيات لله الزاكيات لله التحيات لله الزاكيات لله نرديا التحيات لله الزاكيات لله التحيات لله الزاكيات لله نندليا الطيبات لله الطيبات لله الطيبات لله نرديا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله نندليا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته مشواك نكام فيل مشو وتشهد يا عبد الله ابن مسعود إليه كوانزا كوانزي هابو السلام عليك مبكى مشواك كما إلى تشهد يا عبد الله ابن عباس ابن مسعود السلام عليك أيها النبي يعني كما فيل أمباف إيبو كوني كتاب تشيتو كوانزي هابو السلام عليك أيها النبي مبكى مشواك ni sawa na tashahudi ya Ibn Mas'ud ambayo ipo kwenye risala yetu hii. Narudia tena tashahudi ya Umar. At-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi assalamu alayka mpaka mwisho wake kama ilivyokuja katika risala yetu. Narudia tena tashahudi ya Umar. At-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi الطيبات لله السلام عليك فك مشواك نرديتين تشهد يا عمر التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله السلام عليك فك مشواك وموجب وتشهد يا ابن مسعود هين يا بيلي بعد يا كوانزا أمبارو نتشهد يا عمر tashahudi mbili hizi nitakuja kuzisikiliza insha Allah Taala kesho kutwa ama kesho biidhnillahi alkarim nitasikiliza tashahudi ya nani ya Ibn Mas'ud pamoja na tashahudi ya nani Ibn Abbas kichwani kwenye kichwa kutoka kichwani na hili ni kwa wote hili ni kwa wote leo nimeanza tu na hawa tamhidi na huenda kesho nikaanza nao au nikamaliza nao itakavyokuwa insha Allah Taala. Kwa mpaka hapo tutakuwa tumeshilia darasa letu la leo. Tumesoma aina za tashahudi ambazo hazipo katika kitabu ukitoa ile moja tu ya Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tumejifunza tashahudi ya Ibn Abbas,
تشاهد يا ابن عمر نتشاهد يا مزي منيوي مزي عمر بن الخطاب باباك يا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين.